حياكم الله إلى ساعتنا الإخبارية ونقرأ في عناوينها. في اليوم العالمي للشباب، رئيس الدولة يستقبل وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات. محمد بن راشد، شباب الإمارات وقود نهضتنا وضمان مستقبلنا وحماة دارنا. محمد الشرقي يستقبل مدير هيئة البيئة بالفجيرة ويطلع على مشاريع العمل في محمية وادي الوريع الوطنية. السلام عليكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا خلال اتصال هاتفي يوم أمس العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام المشترك. وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في مجلس قصر البحر وفداً من الشباب يمثلون مختلف الجهات، وتبادل سموه خلال اللقاء الأحاديث الودية مع أبنائه الشباب وهنأهم بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق في 12 من شهر أغسطس من كل عام. السلام عليكم. اليوم شرفتونا يا شباب بالزيارة. بلادنا الإمارات تمر في فترة من التاريخ جديدة، خاصة من التحديات الموجودة في العالم. بناء الدول مش بالمال، ترى الإنسان والقيادة والرؤية الصادقة الحكيمة، قراءة المستقبل الصح وسرعة القرار في هذا الموضوع تخلي الإنسان يسبق. الأمم تبنى على كوادر الشباب، وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل. طرحي للموضوع هذا، شو الفرق بين الجيل والجيل الناجح والجيل الغير ناجح؟ ثلاث عوامل رئيسية أريد أركز عليها. أول شيء التربية، وأريد أقول مرة ثانية التربية، وأريد أأكد مرة ثالثة التربية. النقطة الثانية التعليم، فيجب أن يكون ولدنا وبنتنا متعلم صح. النقطة الثالثة أوصيكم على العمل في أنكم أنتم تخرجون قادة، قادة ينفعون، بحيث أنك أنت لما ترميه في اتجاه معين تعرف أنه وين ما يصك بيحرث وبينتج. بتشوف عمرك سنة 2030 وين أنت ولا هو. هاي الكوادر هي اللي تفرح. سعدت بشوفكم، شكرا على الزيارة اللي فرحنا بها كلنا. حفظكم ربي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن شباب الإمارات وقود نهضتنا وضمان مستقبلنا وحماة دارنا. ودون سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام: شباب الإمارات وقود نهضتنا، شباب الإمارات ضمان مستقبلنا، شباب الإمارات حماة دارنا. من يراهن على غيرهم خاسر، ومن يحتزم بهم هو الرابح.
ونشر سموه فيديو لشباب الإمارات في مختلف الميادين. الحمد لله حققنا كثير كثير من الإنجازات، لكن أكبر إنجاز حققت دولة الإمارات واتحاد الإمارات الشباب. هذا الشباب هو المستقبل، هو اللي بياخذ بزمام الأمور في المستقبل. مرحبا يا شباب يكسبون الرهان، يا أملنا المرجى وللوطن ذخرنا، كنت بول شبابي مثلكم مستبان، حلم يا ما حلمته وكل يوم اندنى، وعقب وقت الشدايد موسم الخير حان، وصارت الدار جنة وطاب فيها الجنة، وقتكم في ربيع يا شباب وأمان، ما عرفتوا عنانا والتعب كدنا، احفظوا الدرس عنا بالذي قبل كان، بالعمل والإرادة ترفعون البناء. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الشباب الإماراتي يمتلك المهارات والطاقات البناءة القادرة على صناعة المستقبل الواعد لدولة الإمارات. وقال سموه: شباب الإمارات أنتم ثروتنا الحقيقية وأملنا في صناعة مستقبلنا المشرق، عليكم نعقد العزم والطموح، ومنكم نستمد القوة والعنفوان، نفخر بنجاحاتكم وبإسهامكم في بناء الغد الواعد لرأس الخيمة ولدولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم سعادة السعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، يرافقه محمد حسين البلوشي رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة اليوم العالمي للشباب. واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل في المؤسسة الاتحادية للشباب والخطط والبرامج التي يعمل عليها مجلس رأس الخيمة للشباب، وأشاد سموه بجهودهم في دعم العمل الشبابي، مؤكداً على أهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ودورهم المحوري في رسم ملامح مستقبل الإمارات المشرق. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله أهمية المشاريع البحثية والبيئية في مجال المحميات الطبيعية، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله لاستثمار أفضل التقنيات والاستراتيجيات لتطوير العمل البيئي في إمارة الفجيرة بما يتواءم مع رؤية الدولة في المجال الهام. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري يوم أمس رئيس محمية وادي لوريع الوطنية الدكتور علي الحمودي بحضور سعادة أصيل المعلم مدير هيئة البيئة بالفجيرة. واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من الدراسات البيئية القائمة في المحمية ومقترح حول الشراكات المستقبلية مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، كما استمع سموه إلى شرح تفصيلي حول أساليب الحماية الحديثة المتبعة في محمية وادي لوريع الوطنية ودورها في حماية البيئة في دولة الإمارات والمشاريع البيئية التي تعمل عليها ضمن خططها الاستراتيجية. وأشاد سموه بجهود هيئة البيئة بالفجيرة وفريق محمية وادي لوريع الوطنية نحو الحفاظ على البيئة ومواردها الحية وتنميتها بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي ورفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة. أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ياتينغا شمال جمهورية بوركينا فاسو وأدى إلى مقتل العديد من عناصر قوات الأمن والمدنيين فضلا عن إصابة العشرات. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
نظمت وزارة الدفاع إيجازاً عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وذراعه البحثية معهد الابتكار التكنولوجي، وعن المشاريع البحثية التي ينفذها من خلال مراكزه السبعة، سعياً لتزويد قواتنا المسلحة بالقدرات الدفاعية النوعية ولدعم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، وذلك في قاعة الإمارات بوزارة الدفاع. في إطار سعي وزارة الدفاع لتلبية المتطلبات العملياتية للقوات المسلحة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنيات المنظمات الدفاعية والأسلحة الحديثة، وتماشيا مع استراتيجية الوزارة في دعم قطاع الصناعة الدفاعية الوطنية والأنشطة البحثية الداعمة لها، نظمت وزارة الدفاع إيجازا عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وذراعه البحثية معهد الابتكار التكنولوجي، وعن المشاريع البحثية التي ينفذها، مما يعكس مدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير استراتيجيات مبتكرة وبيئة تكنولوجية متكاملة من خلال التكامل والتعاون والتنسيق الاتحادي والمحلي لتعزيز أداء كافة القطاعات من أجل تطوير الاقتصاد المعرفي. يشار إلى أن معهد الابتكار التكنولوجي يملك من خبرات وكفاءات بحثية رائدة تضفي قيمة كبيرة على تعزيز منظومة التكنولوجيا المتقدمة الحالية في الدولة، وترسخ مكانتها كمنصة عالمية للبحث والتطوير والجمع بين قادة التخصصات البحثية والتكنولوجية ورعاية المواهب بالدولة في مختلف التخصصات العلمية وتسريع الابتكار والاكتشافات العلمية وترسيخ ثقافة المعرفة والتجربة. هذا ويحتل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة مكانة رائدة في الاستشراف المستقبلي من خلال الأهداف الاستراتيجية للوزارة الداعمة للابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. التقى سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة معالي فهد الشريعان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الكويتي. وأكد سعادة السفير النيادي خلال اللقاء يوم أمس حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عقدت كافة الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على جاهزية الدولة لمواجهة الحالة الجوية المقبلة التي قد تتأثر بها الدولة في نهاية الأسبوع. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من اجتماعات المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية للتأكيد على جاهزية الدولة واستعدادها لمواجهة الحالة الجوية والحد من تداعياتها، والتي كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع بأنه سيكون هناك امتداد لمنخفض جوي يصاحبه سقوط أمطار مختلفة الشدة في المناطق الشرقية والجنوبية نهاية الأسبوع الجاري. هذا ودعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أفراد الجمهور من المواطنين والقاطنين في إمارة الفجيرة إلى أخذ الحيطة والحذر وتمنع منعاً باتاً النزول لأماكن جريان المياه والأودية، نظراً لقيام وزارة الطاقة والبنية التحتية بفتح بوابات سدود الإمارة مما سيؤدي إلى جريان المياه فيها. وتأمل المؤسسة من الجمهور التعاون والالتزام بتعليمات السلامة. نتوقف مع فاصل نتابع من بعده. نظم مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والأعلام مساء أمس جلسة شبابية نقاشية بعنوان التضامن بين الأجيال. تحدث خلالها كل من سعادة سلطان سيف السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، هزاع سالم الكتبي، ريان محمد الرئيسي، وعائشة يوسف اليماحي، وأدار الجلسة دكتور فيصل سعيد الحفيتي، وذلك في مقر دار راشد للنشر
بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن. وتأتي الجلسة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، حيث تناولت محاور عدة منها السياحة والتراث الجيولوجي ومناطقه في الدولة، الابتكار والإنجازات التي برع بها شباب الإمارات والتي ساهمت في مواكبة توجهات الدولة في مجال التطور التكنولوجي في شتى المجالات. وتم ذكر نماذج على إنجازات قائمة تثبت مدى جدارة الشباب الإماراتي وتمكينه ودعم الدولة للمبدعين، كما تم التطرق إلى مختلف مجالات التطوع والتضامن المجتمعي بين الأجيال في هذا المجال. انطلاقاً من توجهات واستراتيجية وزارة العدل الرامية إلى نشر الثقافة القانونية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعددة ومبتكرة، اختتمت أمس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية البرنامج الصيفي التثقيفي ملتقى ثقف عيالنا الثاني، بهدف خلق جيل ناشئ ملم بالمعرفة والقانون لتحقيق الوعي القانوني للأبناء. اختتمت محكمة الفجيرة الابتدائية الاتحادية الملتقى الثاني ثقف عيالنا، والذي شارك في الملتقى 130 طالب وطالبة من 8 سنوات إلى 18 سنة، وقد شارك في هذا الملتقى وساهم به عدد من الشركاء وهم القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بالشرطة المجتمعية، وكذلك جمعية الحقوقيين والمحامين والهيئة العامة للأوقاف، وكذلك دائرة الموارد البشرية في الفجيرة ومستشفى خورفكان متمثل مؤسسة الإمارات للخدمات الخاصة. وقد تم توزيع شهادات مشاركة وجوائز للمشاركين. نشكر جميع أولياء الأمور الذين ساهموا وبذلوا الجهد من خلال مشاركة أبنائهم في هذا الملتقى. استقبلت جائزة زايد للاستدامة الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة أكثر من 4500 طلب مشاركة ضمن فئاتها الخمس: الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية، وذلك عقب انتهاء مرحلة تقديم الطلبات التي استمرت 4 أشهر وأغلاق باب المشاركة في دورتها لعام 2023. وشملت المشاركات هذا العام 152 دولة، فيما يعد رقما قياسيا في أعداد الدول المشاركة. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة لدورة العام 2023 ضمن حفل توزيع الجوائز الذي يقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في 16 من يناير 2023. أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية مبادرة عيادة المتعامل لتقديم الإسعافات الأولية وقياس العلامات الحيوية للمتعاملين من كبار السن وموظفي الإدارة. نتابع التفاصيل. تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات الرامية إلى تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين وتحسين جودة حياة الأفراد، دشن مركز خدمات إدارة شرطة المنطقة الشرقية عيادة المتعامل الطبية لتقديم الإسعافات الأولية وقياس العلامات الحيوية للمتعاملين من كبار السن وموظفي الإدارة. وجاء إطلاق هذه المبادرة الجديدة ضمن مبادرات إسعاد المتعاملين، والتي تتضمن توفير عيادة طبية ثابتة في مقر الإدارة لتقديم الفحوصات الاستباقية لمن يشعر بالتعب من المتعاملين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة للموظفين والمتعاملين في الشرطة الشرقية، حيث توفر العيادة خدمات الإسعاف الأولية وقياس العلامات الحيوية، منها ضغط الدم ومعدل السكر في الدم وسرعة نبضات القلب وغيرها من الفحوصات. وتعد الخدمات المقدمة في العيادة استباقية للتدخل العاجل وتأمين مستوى أعلى من الرعاية للمتعاملين، كخدمة الإسعاف الأولية والتقييم المبدئي لحالة المتعامل في حال تعرضه لأي حالة مرضية أو إصابة مفاجئة أثناء تواجده في مركز الخدمة، أو إذا استدعت الحاجة للتدخل السريع واستدعاء الإسعاف الوطني في المواقف التي تتطلب نقل المتعامل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتمثل هذه المبادرة إضافة نوعية تهدف في المقام الأول إلى الإطمئنان على صحة المتعاملين بشكل عام، وتستهدف كبار المواطنين بشكل خاص، وذلك في إطار مواكبة خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق الريادة في مختلف المجالات خاصة بالعمل الشرطي، وتماشيا مع مبادرة شرطة المنطقة الشرقية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات للمتعاملين وتوفير بيئة العمل المثلى لموظفيها. نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع شركة EVS ورشة عمل بمركز السعديات حول مخاطر السيارات الكهربائية وكيفية التعامل معها في حال تعرضها لحادث أو حريق باتباع أفضل الأساليب الحديثة والمبتكرة. ركزت ورشة العمل التي نظمتها هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع شركة EVS على النقاط الخطرة التي يجب أن يتجنبها المنقذ عند اضطراره إلى قص أجزاء من المركبة لإنقاذ المصاب، واتباع أسلوب دقيق لفتح أبواب المركبة عند انقطاع الكهرباء منها، وفصل إمداد الطاقة للبطارية تجنبا لوقوع حريق أو انفجار إذا تعرضت المركبة لحادث، وآخر المستجدات والطرق الصحيحة لإطفاء حرائق السيارات الكهربائية. وتم التطرق خلال الورشة إلى إطفاء حرائق السيارات الكهربائية التي اعتبرت أصعب من مكافحة حريق في السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق، ولكنه ليس أكثر تعقيدا أو خطورة من الحريق الذي يشب في السيارات التي تعمل بنظام الغاز. وأكد المشاركون أنه لا يوجد فرق في المخاطر بين السيارات الكهربائية والسيارات ذات محرك الاحتراق في حالة اندلاع حريق عقب وقوع الحادثة، مع أهمية اتباع الاشتراطات الوقائية التي تعزز السلامة من وقوع مثل هذه الحرائق وتوفير طفايات بالمركبات المختلفة لتجنب المخاطر المحتملة. خصصت بلدية خورفكان 2700 موقف خاضع للرسوم اعتبارا من 15 من الشهر الجاري في 4 مناطق بالمدينة تشمل شارع الشيخ خالد القاسمي الشريان الرئيسي للمدينة والمناطق السياحية في كورنيش خورفكان وسد الرفيصة وحديقة شيس الجبلية. نتابع. تمكن قسم العمليات في بلدية خورفكان من الانتهاء من ترتيب وتنظيم 2700 موقف في 4 مواقع تضم شارع الشيخ خالد القاسمي الرئيسي بالمدينة وكورنيش خورفكان بعيدا عن المنطقة التي تخضع حاليا لعملية تطوير بالكورنيش، إلى جانب استراحة سد الرفيصة وحديقة شيس الجبلية. وخصصت البلدية 72 جهازا لدفع رسوم المواقف في المواقع الأربعة، حيث تم تحديد الرسوم طبقا لتلك المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، مع إعفاء كبار السن أكثر من 60 سنة وما فوق من رسوم المواقف في المواقع الأربعة. هذا وستبدأ مواعيد تحصيل رسوم المواقف من 8 صباحا وحتى 10 مساء طوال أيام الأسبوع في استراحة سد الرفيصة وكورنيش خورفكان وحديقة شيس، فيما سيعفى الجمهور من رسوم المواقف على شارع الشيخ خالد القاسمي يوم الجمعة. وحرصت البلدية على إعفاء المصلين في المساجد من رسوم المواقف وقت رفع الأذان ولمدة ساعة مع تطبيق المخالفات للمتجاوزين. تاريخ التفعيل 15/8/2022، وطريقة الدفع عبر أجهزة الدفع عند المواقف، والطريقة الثانية اللي هي SMS بإرسال DXB رقم اللوحة KH عدد الساعات على رقم 5566. والاشتراكات راح تكون اشتراكات شخصية ولكبار السن والتجارية. طريقة التقديم عبر الموقع الرسمي وزيارة المبنى الرئيسي. وأيضا راح تكون هناك خدمة لكبار السن، مواقف مجانية لعمر 60 وما فوق، وطريقة التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني أو حضور إلى مبنى البلدية. والأوراق المطلوبة اللي هي ملكية المركبة والهوية المالك وخلاصة القيد. وأيضا راح تكون مواقف مجانية عند المساجد من رفع الأذان لمدة ساعة واحدة فقط. والهدف من تفعيل المواقف في مدينة خورفكان للتنظيم المواقف.
نال أوبريت الوعد إعجاب الحضور في حفل ختام النسخة السادسة للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم 2022 الذي أقيم تحت شعار إلى القمم يا أصحاب الهمم. شارك في هذه النسخة 150 منتسباً و150 متطوعاً ومتطوعة برعاية أكثر من 30 راعٍ، واستمر النشاط لمدة 8 أسابيع واشتمل على 280 فعالية. وكان حفل الختام بدأ بالسلام الوطني، أعقبته كلمة ثاني جمعة بالرقاد رئيس جمعية أو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الذي أثنى على تواجد أولياء الأمور المشاركين في الفعاليات المختلفة، مؤكداً أنهم كانوا السند الحقيقي لهم، ما كان له الأثر الأكبر في تقديم إبداعاتهم على مدار 8 أسابيع. حصدت مطارات دبي جائزة ستيفي الذهبية عن فئة إعادة تصميم مكان العمل الأكثر ابتكاراً خلال جائحة كوفيد-19، وذلك في الحفل السنوي السابع لجوائز ستيفي العالمية المرتبطة ببيئة العمل والسعادة الوظيفية. وتمكنت مطارات دبي من الفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد تنفيذها مجموعة من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى حماية صحة وسلامة الموظفين والعملاء والضيوف خلال الجائحة، والتي شملت إعادة تصميم أماكن العمل في مطارات دبي مع تجهيزها بمرافق مخصصة ومجانية للفحص والتطعيم لجميع الموظفين وعائلاتهم. وقفتنا التالية اقتصادية، وهذه الجولة على أبرز أخبار الاقتصاد يوجزها التقرير التالي. أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن الأنشطة الاقتصادية الإماراتية وصلت نموها القوي خلال الأشهر الماضية من العام. وأشارت أوبك في تقريرها الصادر أمس عن مستجدات توقعاتها الاقتصادية لشهر أغسطس أن التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة وأسعار النفط خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استضافة إكسبو 2020 دبي، شكلت دعماً للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأنه رغم التحديات التي يشهدها العالم إلا أنها لم تؤثر على مستويات النمو التي سجلها اقتصاد الإمارات، مدعوماً بمستويات الثقة العالية في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية أمس تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 الذي يستعرض الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة كوفيد-19 وحماية استقرار النظام المالي للدولة. وذكر التقرير أن استجابة حكومة دولة الإمارات لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19 لعبت دورا جوهريا في انتعاش النشاط الاقتصادي العام للدولة، كما ساهمت إجراءات المصرف المركزي في دعم مرونة وتعافي النظام المصرفي والنظام المالي ككل ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة. هذا ويسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة مع بدء التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات. أعلنت الشركة العالمية القابضة أمس عن استحواذها على حصة 50% في شركة كاليون إنرجي الرائدة في سوق الطاقة النظيفة بتركيا مقابل 1.8 مليار درهم من خلال شركتها التابعة إنترناشونال إنرجي القابضة. وتضمنت الصفقة البالغة قيمتها 1.8 مليار درهم مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية في منطقة كارابينار في قونيا، كما يقع في أنقرة مشروع طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاوات الذي طورته ياكا، ومشروع طاقة شمسية 100 ميجاوات في نيادا، كذلك مشروع طاقة شمسية 50 ميجاوات في غازي عنتاب، ومشروعات متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أمس عن ترسية عقد بقيمة 4.3 مليار درهم لاستئجار 13 منصة ذاتية الحركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية ودعم جهود تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030. قامت شركة أدنوك البحرية بترسية العقد على شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقد الممتدة لـ5 سنوات.
وقعت شركة الظاهرة القابضة إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة كلاس الألمانية للتعاون في المجال الزراعي. وتهدف المذكرة إلى تنظيم العلاقة بين الشركتين من خلال إنشاء نموذج علاقة عالمية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما نصت مذكرة التفاهم على شراء آلات جديدة والحفاظ على المستوى المناسب لخدمة ما بعد البيع، واستخدام القنوات الرقمية لتسهيل شراء قطع الغيار والتعاون في الابتكار والمنتجات الجديدة، إضافة إلى تبسيط بروتوكول الاتصال عبر مختلف أصحاب الاختصاص. أعلنت شركة إعمار العقارية أمس عن استحواذها الكامل على دبي كريك هاربور، وهو مشروع متكامل يقع على طول الواجهة البحرية لخور دبي التاريخية، وذلك من شركة دبي القابضة مقابل 7.5 مليار درهم تدفع بالتساوي نقدا وبأسهم في شركة إعمار العقارية، مما يجعل دبي القابضة ثانية أكبر مساهم في إعمار. وكانت إعمار قد سجلت مبيعات بقيمة 4.2 مليار درهم في 2021، ومبيعات بقيمة 3.6 مليار درهم في دبي كريك هاربور في النصف الأول من 2022. ويتضمن دبي كريك هاربور قرابة 100 مليون قدم مربع من عمليات التطوير التي توفر فرصة بالنسبة لإعمار لتحقيق أرباح مستقبلية. أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2022، مسجلة إيرادات ربع سنوية بلغت 7.01 مليار درهم، في حين بلغت الإيرادات في النصف الأول من العام 12.08 مليار درهم. بعد الفاصل صفحة إقليمية ودولية وفي عناوينها: الآلاف في السودان يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بالمدنية. الحرب في أوكرانيا على حافة حادث نووي. حياكم الله إلى الصفحة الإقليمية والدولية. أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني مقتل 4 وإصابة 25 آخرين من جنود الجيش، وذلك في 351 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في 72 ساعة الماضية. وقال المركز إن الخروقات وقعت في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وأبين وحجة والجوف ومأرب، وأضاف أن قوات الجيش أفشلت خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 5 محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي في محافظتي مأرب وتعز. في العراق، دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في محافظته اليوم الجمعة، وسبق دعوة الصدر دعوة مماثلة من الإطار التنسيقي عند أسوار المنطقة الرئاسية ببغداد. ودعا صالح محمد العراقي المقرب من الصدر إلى الخروج اليوم الجمعة في تجمعات حاشدة بالمحافظات للتعبير عن دعم الإصلاح ومحاربة الفساد، كما دعا المعتصمين إلى الاستمرار في اعتصامهم داخل البرلمان العراقي. إلى الملف السوري، حيث كشف وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو عن محادثة قصيرة جمعته بنظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع مؤتمر عدم الانحياز في بلغراد.
وقال جاويش أوغلو: أجريت محادثة قصيرة مع وزير الخارجية السوري في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد. علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، وإلا فلن يكون هناك سلام دائم. وأوضح أوغلو: لمنع تقسيم سوريا يجب أن تكون هناك إدارة قوية للبلاد يمكنها أن تسيطر على كل ركن من أراضيه، وذلك ممكن فقط من خلال الوحدة. أما في لبنان فقد أعلن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولد لازار يوم أمس الخميس خلال ترأسه اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي أن استقرار الخط الأزرق ليس بالأمر المفروغ منه. وقال قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل في كلمته الافتتاحية: لا ينبغي اعتبار استقرار الخط الأزرق أمراً مفروغاً منه. وتابع: إن الخطاب العدائي يؤدي إلى تصعيد التوتر ويزيد من الشعور بالتوجس بين السكان المحليين. نبقى في لبنان، حيث سلم لبناني مسلح احتجز لساعات رهائن داخل مصرف في بيروت مطالبا بالحصول على أمواله المودعة، سلم نفسه إلى السلطات ووافق المودع على تحرير الرهائن بعد الاتفاق على إعطائه 30,000 دولار من أصل وديعته البالغة قيمتها 209,000 دولار. وتفرض المصارف منذ العام 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية والتي تزايدت شيئا فشيئا حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرف بأموالهم خصوصا بالدولار الأمريكي. مجددا خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم في مسيرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين عند وصولهم إلى شارع المطار المؤدي إلى وسط المدينة. وكثفت قوات الأمن من انتشارها وسط الخرطوم وأغلقت جسور رئيسية تربط بين مدن العاصمة الثلاثة الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وعددا من الشوارع الرئيسية لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي. تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا والتي تسيطر عليها روسيا، فيما أشارت الشركة الأوكرانية المشغلة إلى وقوع 5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة. وقالت شركة إنرجو أتوم سجلت 5 ضربات جديدة مباشرة قرب مستودع للمواد المشعة متهمة القوات الروسية بشنها، فيما اتهمت موسكو مقاتلي الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بشنها. وناقش مجلس الأمن خلال اجتماع بطلب من روسيا الوضع الأمني في محطة زابوريجيا النووية. من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس إن الوضع حرج في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مضيفا أنه يجب السماح للوكالة بالوصول إليها. وأوضح رافائيل غروسي في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن: الوضع حرج ويجب السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا في أسرع وقت ممكن. وشدد غروسي على أن الوقت ينفذ فيما تحاول الوكالة منذ أسابيع إرسال بعثة لتفقد المحطة. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء النشاط العسكري حول مجمع الطاقة النووية في زابوروجيا بأوكرانيا، وحث غوتيريش على سحب الأفراد والمعدات العسكرية وعدم نشر مزيد من القوات أو العتاد. ودعا روسيا وأوكرانيا إلى عدم استهداف المنشآت أو المنطقة المحيطة بالمحطة. أما على صعيد ملف تصدير الحبوب الأوكراني فقد قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين آخرتين غادرتا مينائين أوكرانيين على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة. وذكرت الوزارة أن السفينة سورموفيسكي التي ترفع علم بيليز غادرت ميناء تشورنو موريسكي الأوكراني وعلى متنها 3050 طنا من القمح
في الطريق إلى إقليم تيجرداج في شمال غرب تركيا. وأضافت أن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من بيفديني وعلى متنها 60,000 طن من الذرة إلى إيران. على الصعيد الميداني، تعرضت 3 تجمعات سكنية في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا لقصف روسي مكثف، أسفر عن أضرار جسيمة في مبان سكنية وفي البنى التحتية. ويسعى الجيش الروسي بشكل كبير للسيطرة على كل مناطق شرق أوكرانيا، حيث يصعد هجماته بشكل كبير في المنطقة. في السياق، قالت مصادر بريطانية إن الانفجارات التي وقعت هذا الأسبوع في مطار ساكي العسكري الذي تديره روسيا غرب شبه جزيرة القرم أدت إلى خسارتها 8 مقاتلات، مما أسفر عن تدهور في قدرات الأسطول الجوي التابع للبحرية في البحر الأسود. ومع أن الطائرات التي دمرت ليست سوى جزء ضئيل من أسطول الطيران الإجمالي، فقد قالت المصادر إن قدرة روسيا العسكرية بالبحر الأسود ستتأثر، إذ أن مطار ساكي قاعدة تشغيلية رئيسية. من جهة أخرى، طلب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من المسؤولين في حكومته الكف عن التحدث إلى الصحفيين عن التكتيكات الحربية الأوكرانية ضد روسيا، قائلاً إن إطلاق مثل هذه التصريحات غير مسؤول بصراحة. وقال زيلينسكي: إذا كنتم تريدون صنع عناوين صارخة فإن هذا شيء غير مسؤول بصراحة، إذا كنتم تريدون النصر لأوكرانيا فهذا شيء آخر، ويجب أن تكونوا واعين بمسؤوليتكم عن كل كلمة تقولونها عن خطط دولتنا للدفاع أو للهجمات المضادة. ووجه زيلينسكي تصريحاته إلى المسؤولين في الدولة والمسؤولين المحليين والعسكريين. أعلنت رابطة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن تصاعد التهديدات ضدهم بعد مداهمة منزل الرئيس الأسبق دونالد ترامب شجع على العنف ضد السلطات إنفاذ القانون، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول. وكان السياسيون محافظون وترامب نفسه قد وصفوا مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه فاسد ومسيس في أعقاب عملية مداهمة منزل الرئيس السابق الاثنين الماضي، والتي سعى خلالها عناصر الـ FBI إلى الحصول على وثائق سرية احتفظ بها ترامب في انتهاك لقواعد السجلات الرسمية. والآن وصلنا إلى جولة على أبرز الأخبار الرياضية يجزها هذا التقرير. ناقش معالي الدكتور أحمد بلهول الإفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية بالمملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي سبل تعزيز التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الرياضي. وجاء ذلك على هامش تواجد معاليه في مدينة قونية التركية لمتابعة مشاركة وفد الإمارات بالنسخة 5 من دورة ألعاب التضامن الإسلامي. باشرت لجنة سباق الأندية للترشيد التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي خلال سبتمبر الماضي مرحلة التقييم النهائي لحسم المراكز الأولى ضمن فئات السباق المختلفة بعد أن اختتمت سلسلة زياراتها لأندية الإمارة للوقوف على الملفات النهائية المقدمة وتقييمها قبل الإعلان عن القائمة النهائية، وذلك عقب تقديم 23 ملفا مستوفيا الشروط، منها 11 ملفا من أندية رياضية و7 ملفات من أندية تخصصية و5 ملفات بمشاركات فردية، ويشمل السباق فئتين رئيسيتين و7 جوائز. واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية دعم صفوفه من أجل المستقبل، وتعاقد مع الدراج السلوفيني دومين نوفاك صاحب 27 عاما بعقد يمتد لعامين بداية من 2023. وكان الفريق قد تعاقد في اليومين الماضيين مع الدراجين النمساوي فيليكس جروس شارنتر والبلجيكي تيم ويلينز بعقد يمتد لعامين أيضا لكل منهما بداية من 2023. أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن برنامج معايشة لوفد ناشئي أندية أبوظبي 5 العين والجزيرة والوحدة وبنياس والظفرة
تحت 16 عاما ضمن برنامج اتفاقية التعاون المشترك بين المجلس والسيتي جروب لدعم خطط الارتقاء بمنظومة كرة القدم في أندية أبوظبي. وتوجه وفد ناشئي أندية أبوظبي اليوم إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، ويضم الوفد 16 لاعبا، وتستمر فترة المعايشة 10 أيام تتضمن خوض اللاعبين وحدات تدريبية مشتركة مع فرق أكاديمية مانشستر سيتي وتحت إشراف مدربي المراحل السنية في الأكاديمية. بداية أخبارنا الرياضية الدولية، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي انفصاله عن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بالتراضي، مما يعني حرمانه من قيادة أسود الأطلسي في نهائيات كأس العالم قطر 2022. ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المغربي بيانا رسميا جاء فيه بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب وحيد خليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي. وتولى البوسني مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق تدريب منتخب أسود الأطلس خلال عام 2019، ونجح في التأهل إلى المونديال، حيث يمتد عقده مع الاتحاد المغربي لكرة القدم حتى عام 2023. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بيوم واحد، وبذلك ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 20 من نوفمبر 2022 بملعب البيت. وتم تقديم المباراة الافتتاحية بعد قرار بالإجماع اتخذه مجلس الفيفا بعد أن كان من المفترض أن تقام المباراة في 21 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه يرفض إعادة المباراة ضد الأرجنتين التي لم تنتهي العام الماضي ضمن تصفيات كأس العالم فيفا قطر 2022. وقال الاتحاد في بيان إن رئيسه إدنالدو رودريغيز سيسعى إلى تعليق المباراة. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد أمر في شباط فبراير الماضي منتخبي البرازيل والأرجنتين اللذين كانا ضامنين منذ حينها بلوغ النهائيات بإعادة مباراتهما ضمن تصفيات كأس العالم فيفا قطر 2022 التي توقفت في ساو باولو في أيلول سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر. نهاية أخبارنا الرياضية لهذا اليوم. تكشف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الجمعة عن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022. ويعتبر مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما أقوى المرشحين للحصول على الكرة الذهبية لهذا العام، حيث يملك بنزيما مجموعة من الأرقام القياسية خلال هذا الموسم ساهمت في تتويج ريال مدريد بأربعة ألقاب، هي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأسي السوبر الإسباني والأوروبي. ولقطة اليوم لثوران بركان في أيسلندا الذي يجذب آلاف السياح.
نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته.